ها واحد، السلام عليكم المتتبعين الفنين الزوينين ديولي. اليوم جايب لكم واحد الخبار بولات الموسم. اليوم تقربلات واليوم شعلات، كل كينتظر هاد القنبولة، الكل كيتسناها والكل كيقول اليوم كل شيء كينتظر هاد الأخبار اللي جايب لكم اليوم. خوتي الصرصورة، الصرصور دارت اليد في اليد مع سميرة ومع ويصال. اليوم غادي تقربل، اليوم غادي يقربلوها، حلفوا حتى يقربلوها خوتي، يقربلوا القناة ديال محبوبة. قرروا انهم ياخذوا واحد القرار اللي خطير جدا. قبل ما نخليكم مع خوتي، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلكم ان شاء الله الاخبار اللي غننزل على القناة ديالكم، ماشي ديالي، ديالكم اخواني. وكنرحب بالناس الحباب الجدادين كلكم، كنقول لكم اهلا وسهلا بكم، شرفتوني. والناس القدام دائما مشرفين ودائما منورين. اليوم اخوتي كما قلت لكم، جبت لكم قنبولة الموسم اللي كلشي كينتظرها، ان سميرة دارت اليد في اليد مع الصرصورة ومع وصال، وقرروا انهم يمشوا للمحكمة، ايه باش يمشوا يشهدوا في الضد في ولد مي حليمة، يشهدوا في حق ولد مي حليمة كاملين، ماشي غير ولدها عفوا. لان اليوم خوتي تبعوا الفيديو حتى النهاية باش تسمعوا الخبر اللي مترتق اللي مترتق خوتي خواتاتي. اليوم التفرقيعة ديال بصح، اليوم الاخبار ديال بصح النيت اللي كيتسناها الجميع، قنبولة الموسم. اليوم هذا الشيء اللي غادي تسمعوه اكيد غادي يصدمكم وغادي غادي يخليكم فاتحين فمكم. هذا الخبر اللي غادي تسمعوا اليوم اكيد غادي تحطم العائلات المخصورة، عائلة المحبوبة. هي ناري وشعلات، وهي ناري وهي ناري، وملي كتكون العيالات حالفين فيكم وهي ناري وغيحيدو من الطريق، لان كيقول لك المراه وكيد النساء. وجا جمد في هاد النار يا خوتي اللي تلاقاو عليهم النساء، يا حول الله لا قوه الا بالله. المهم اخوتي ما علينا، حنا اليوم غادي نرجعوا باش غادي نتكلموا على اخت سميره المحبوبه العفيفه، المراه الشريفه القويه، الام اربعه ديال الدراري، الله ينورها. انا ماشي زعيكينها كنجاملها ولا شي حاجه، ولكن سميره امراه قويه وامراه بكل معنى الكلمه. تحياتي لها من هذا الفيديو، تحياتي لها كبيره. الكلام اللي كنقول في حق اختي سميره لانها تستاهلوا، لان بزاف اللي طعنوها في شرفها وبزاف اللي طيحوا من القيمه ديالها. وانا ماشي هذا هو الموضوع اللي جاي نهضر فيه اليوم اخوتي، والقنبوله اللي جايبه لكم هو ان غادي تسمعوها وغادي تصدموا. خوتي كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، قنبوله الموسم هو ان الصرصوره، ايه الصرصوره هزات ومشات لعند سميره وطلبات منها السماحه. ايه طلبت منها السماحه، شافت راسها خوتي كتغرق، وشافت راسها ما صافي ما وصلتش للمراد ديالها وما غاديش توصلوا، فمشات لعند سميره وكتطلب منها السماحه وكتركع عليها وكتقول لها الركوع لله سبحانه وتعالى. ولكن بعد شي بعدين، وانا نصيحه لك يا اختي سميره من هذا المنبر، عندك تثقي في داك الصرصوره وداك العدو اللذيذه ديالك. انت اخوتي كتقول ليها هالعار هالعار اختي، غير سمحي ليا، غير سمحي ليا اللي درت فيك وداك الشيء اللي كنت كنعمل، داك الشيء اللي قلت فيك وداك الشيء. المهم اخوتي اش غنقول لكم، المهم ماشي هذا هو الموضوعنا اخوتي، ماشي هذه القنبوله اللي جايبه لكم. سمعوا سمعوا النهايه غادي تصدموا. لكم خبيره جديده وبزاف ديال الناس اللي ما في خبرهمش، تعالوا تعالوا اخوتي تسمعوا، تعالوا بابيكم والله حتى غادي تصدموا اخوتي. اللي عليا غنبقى نجيب لكم اخوتي الخبير باقي جديد، باقي في ميكتو، باقي حتى واحد ما حطوه في اليوتيوب. المهم سمعوا اخوتي، كما قلت لكم وصال وصال، وشكون اللي ما كيعرفش وصال؟ كما قلت لكم اخوتي ان سميره وساره داروا اليد في اليد بثلاثه بهم، اكدوا للجميع انهم غادي يشهدوا شهاده الحق، غادي يشهدوا بكل شهاده الحق على ولد مي، ولد مي حليمه اخوتي، اه ولد مي حليمه. النصاب الكبير حسن، شكون اللي ما كيعرفوش اخوتي قولها ليا، النصاب الكبير حسن هو ولد مي حليمه. وكما قلت لكم سميره وساره و وصال، هادو بثلاثة اخوتي داروا اليد في اليد وقرروا انهم يديروا شهادة الحق في ضد داك السيد اللي سميتو حسن ولد مي حليمة النصاب والكبير. سميرة قالت لهم اخوتي والله حتى نشطحكم، والله حتى نوريكم وجهكم الحقيقي وتعرفوا سميرة اشنو كتسوى، لان ومن لا يعرف سميرة، سميرة مرا ونص ولالا وقادة. كما شفنا اخوتي هما اللي جبدوا سميرة وقالوا عليها بزاف ديال الصوالح ديال الحوايج اللي ما كاينين. دابا قالوا هي كيقولوا لسميره ان انت هي اللي درتي علينا هاد المؤامره.
اللي وريتي ليوسف الزوالي فين يمشي يشجر، وانت اللي قلت هادوك البيار ماشي حنا اللي حفرناهم، وانما البير ديجا كانوا تما. وبالخصوص البير اخوتي نادت عليه البلبلة، واللي صور يوسف الزروالي واللي فضحهم وجاب ليهم التمام، يعني صح ليهم في النقطة الضعف ديالهم. وهي ناري اخوتي، والسيد البير طلع محفور هادي 60 عام وهما كاذبين على المحسنين وعلى الناس مساكن، يقولوا ان هادوك هما الفلوس ديال المحسنين باش حفرنا داك البير، وداك البير عنده يا اخوتي 60 عام. ايوا اما كتحشموش يا النصابه يا ربعه ديال الشفاره، اما كتحشموش كتبقاو تسعاو بالناس الضعاف، والمحسنين مساكن كرامين وكيبقاو يعطيو الفلوس وانتم كتاكلوها يا كروش الحرام. طبتوا على الشعب كامل، على العالم، الناس الرجيله، الجاليه المغربيه، الجاليه الخارجيه، كل شيء اللي كيعطيو هذاك الشيء كله سرقتوه وكليتوه في كرشكم وتفقتوا بيناتكم وكتبنيو وتعليو وتنساو الناس الضعاف اللي كتسعاو بيهم. على الله وعليكم. انا دابا اخوتي هذا هو الموضوع اللي جاي نتكلم معاكم عليه فيه، هذا هو الموضوع الاساسي. ولكن سميره غادي توريهم حتى هي والزروالي، وهادونا امراه وراجل تبارك الله عليهم، هادو هما اللي غادي يحشوا الرجلين ديال المحبوبه. للاسف اخوتي هما سميره علاش جبدوها، علاش كيقولوا سميره هي اللي ورات وهي اللي وجابت وهي اللي عملات؟ حقا ما حقا هي اللي عارفه داك البلايص اخوتي باش تصيفط الزروالي يصور ويفضح العائله تاعين اللي هي مخصوره ومحبوبه. تكون في العلم ديالكم سميره ما سكتاتش لكم، سميره قالت غتمشي تشهد في الحق وفي القانون، يعني هي لا غتزيد لا غتنقص، يعني غتشهد شهاده الحق فيكم. جلسه ديال المحكمه هي غادي تكون هي الاولى وغتشهد هي وساره ووصال. وكيف ما شفتوا اخوتي وخواتاتي ان اولاد محليمه هذه 3 ايام وما كينعسوا عند الدرك الملكي، وبالخصوص داك الكبير ديالهم شفت العصابة ديالهم بلا ما نسمي سميتو، راكم عارفين السميه ديالو بلا ما نسميها لكم، واه النصاب محتال شفار مهم اللي بغيت. المهم علينا باقين شادينا ودايرين معاه البحث اللي كيبحثوا فيه ومعاه لانكيت اخوتي، ان داكشي اللي دار اخوتي ماشي قليل، راه نصب على بزاف ديال المحسنين. وكما كنعرفوا اخوتي يوسف الزروالي المحسنين كلهم عطاوه الوكاله باش يتكلف هو بنفسه، غادي ينوب عليهم بطبيعه الحال سميره معاه وساره ووصال كلهم مع الزروالي، وكلهم غادي يبينوا الحق. لان وصال حتى هي عندها واحد الخلاف كبير ما بين عائلات المحبوبه، لانهم حتى هما كانوا ضربوا فيها وما خلاو لها غير تدوا عليها. المهم هذاك مشكل خور اخوتي. المهم وصال حتى هي غتشهدوا، ساره وسميره غيشهدوا شهاده الحق ضدهم، وغادي توقف في المحكمه القضيه. وهكا انا نكون اخوتي وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، الى عجبكم خليوا لي لايك، ما عجبكمش خليوا لي لايك. وكنقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم معايا، وشكرا بزاف بزاف على اللايكات، وشكرا على البارطاج. وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده، ونتمنى ان شاء الله نتلقاكم في احسن الاحوال وراحه البال والهنا والتيسير، ونقول لكم السلام عليكم.